نبذة عامة عن اللعبة سيد الفاضل بعد إذنك لو سمحت. اتفضل. إن لعبة أوتلاست هي لعبة الرعب، رعب مرعبة. فاهم حاجة؟ أيوه في فرع عندي هنا. هدفك هو أن تقوم بقتل أو تدمير شيء ما، عليك الحذر. أيوه. لأن هناك الكثير من الدماء والأشلاء و لا دي سنسور ما تقلش، الكلام ده ما يتقلش، الكلام ده ما يتقلش عندي في القناة هنا. أيوه زي الفل. مساء الخير يا مساء الخير. السلام عليكم. حلقت نعيما. ايوه اوكي. السلام عليكم. شكرا حبيبي. مش محتاج اعطيك اسمين الاول في الاول، خد اي حاجه مهمه ممكن تلاقيها هنا ولا هنا. مساء الخير، انا معايا الجيركن اهو. ما تسيبهولي. بردك نفس الحكايه، جنريتور هوبا باي. عارف انت؟ الراجل ده دخل فيا شمال امبارح فافحمته. شايف اتفحم ازاي؟ بس عمرو راح ينجز. ايوه في بوستر هناك اهو هموت عليه. استنى حلو ده، افتح الباب اللي جنبي ده ولا بلاش؟ في صوت عندي، في حد جنبي. ايه يا اسطى في ايه؟ بيسي باي. هو اعمى. ايه؟ قلبي. بيسي سورونج بيقول لي كم باك هاني. اسمعيني. خلاص بقى. انت تاني؟ ما اعرف موقف ليه احسد عليه. بقول لك ايه، انا راح اقعد مع الراجل اللي انت افحمته. ماشي انا عديت. اديني كده تست صوتيات يا اخ بيستي. ايه الراجل المجنون عندي؟ ماشي اوكي انا سامعك. الو مايك تشيك. الو انا تعالي جون سكير يا عم. انت في واحد عبيط طلع في وشي ولا يمكن عشان السانتي؟ انا السانتي صح؟ ممكن سانتي. خلي بالك في حد عندك بقى. انا عملت لك هابني اوت هير. مياو مياو هير؟ لا ده مياو مياو هير. هيلب مي. فاي انا جاي. اوه يا برو. اهلا شكرا حبيبي. اهلا تكوني اسمعي. بطلع معاك اهو. ها بسرعه. انت مش انت. سيبه. لا سيبه. استنى تعال. ارمي. عايز دي؟ ايه دي؟ هات عشان هيجيلنا تاني. شفت. ايوه. خلي بالك تراب. خلي بالك. انت اللي فاهم اللعبه. اوف يا عجب. في بوستر عندك هموت عليه. اخده انا بقى. خده. ايوه خد البوستر. طلع عليك. يلا. دي انبوبة عادي. انبوبة غاز عادي. فايت نايم هنا في الارض. لا توالي لا توالي. رجع. ايوه برافو عليك. يا لهوي. كذا واحد. رجع. You gonna fry boy. يا اسماعيل انت بتجرينا حياتي ليه طيب؟ بلا تابع بيجروا ورايا. يا لهوي. ده بيجروا بسيط. ميسي. برا عني. معنا فيكو بقى ها؟ يلا سلام عليكم. انا في الدولاب ها لو حد سأل عليا. موت. الراجل ازيك يا عماد عامل ايه؟ ممكن استخبى معاك في الدولاب؟ بيقول لي تبا لك. معلش. ده هو خليك انت الكبير، انا ممكن اجيلك. يا لهوي انا مش جاي يا بس. انا مش جاي، انا ظلمت الدنيا. الراجل لسه معدي من جنب. الراجل ابو كهربا. بقول لك ايه، الراجل ابو كهربا دوت ما يشحنليش النضاره. بس انت كويس اجيلك؟ انا كويس. انا بس بحاول بس اشوف بس ازاي اوصل. في جهاز يا دي النيله. بقول لك ايه، في واحد شبهك جاي عندي. زي ما انت يا مدام. بقول لك ايه، بيستي المزيف جه عندي. جميل سلم عليه. هو انت فين يا عم انت؟ بيستي انا في واحد معايا في الاوضه بس. انا اخر ما زهقت انا قفلت النايت فيجن عشان ما اشوفهمش تقريبا. نفعت. انا ما اعرفش ليه اسمعني ما حد بيجري في اللعبه دي. انا بسكت في الحقيقه. معاك شاحن نضاره زياده؟ انت كده تروح ارض معايا. انت ايه وشك ده؟ مال وشي يا عم؟ سن. تحس ان انت ضارب عصير دم لايت؟ انا هدي بقى عندي هنا ممكن تحتاج. جاي لك بس انا بكراويتش.
اشيل شيل يا نهار ابيض ليه فوريا ليه فوريا ايه يا يخرب بيتك يا لهوي يا لهوي يا لهوي بجري بجري يا ماما انا لقيت الجنريتور لبسني اهو طب خليك عنده اجيب الجنريتور واجيلك ها انا معايا واحد هنا بس بيقطعني حتت ويرمي لي القطط ده عبيط يا عم مساء الخير يا بابا عامل ايه؟ حبيبي مش على الاقل مالك على الاقل مالك تضرب تضرب بالقلم تضرب بالقلم مين اللي انت وجنت ده؟ يا ابيض انا وقعت بتهزر اه والله انا بحاول اجيلك بس حد جاي لا خلي بالك هي والست واقفه عندي فاستنى بس شويه انا الست فنشتني الست بتفنشني لا ما بتهزرش ها استاذن انا بقى اندر استنى ابو الهافا جريت داي ده بقول لك ايه ايه ده انت ممكن تصحيني اصلا انت عايز حقنا اصلا ايوه بس بشوف ازاي اوصل لك اساسا انت مرتاح كده انا مرتاح انا مريح انا عادي فهو انا اللي اكسبكتد كان انا اللي بلعب فعارف انت فانا هشيل الاسم واحط انا بوتيتو ليك ريب اندرستانبل هاف ا جريت داي كما كنت مش ممكن على الصداقه والاصدقاء هعيط والله من كتر ال كنا عايزين نفتح الباب ده مع بعض اي جيمي ا هاند هير ورا الباب اي يو ما هو هتضربها بقى كم سكم ورا الباب ده يا عم بيستي مش ممكن على الله هعيط من الصداقه خش جوه البرميل مكرر خش جوه البرميل ماشي انا مش مصدق ان انت هتصحيني ايه ده ايه ده القفزات دي ايه القفزات دي ايه الجمباز ده مع اللعبه دي لازم سبعات اقسم بالله قول الخطه بنزين هوبا لا هتقوم مساء الالماس قريب الراحه اسمعيني ست وراك بليز تعالي لي تعالي روح لي يا حاجه يا ربنا يبارك لك اوكي الزبوب ده ايه ده Think you can hurt me? ايه يا حاجه يخرب بيتك هو ده انت لا يا نهار ابيض مين كده قدامي ده ايه الكلام ده اسماعيل بس ازاي ست حاجه جوه انت اللي دخلك هنا انت مش فاهم ايه عايز ايه انا جاي واحد يمشي معايا مشي معايا شويه كنت فاكره انت دي جايه وهتفتح الدور عندي انا فتحت الدولاب اللي جنبي يا هوي اللي جنبي اللي جنبه استاذ اللي جنبه لا 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 اوكي جرب اللي جنبه افتح اسماعيل مين عايزه اطلع الله يفرج لك الراجل في قفايا هو جاي لك ها ما تتحركش من هنا يا رب ما يشوفونا يا رب Why are you running? بس انا دخلت جوه الدولاب وانا دخلت جوه مغسله تقريبا ولا لاندري باسكت حاجه بس بقى احترم نفسك بقى احترم نفسك بقى على فكره بقى مش عايز اطلع لك يا اسطى بس بيغزني انا بغزني بس يا بيستي ربنا يبارك لك بس معلش فين الاكزت اطلع ورايا اهو ايه بقى تعال
انت ماشي ليه؟ ما بتجريش لأنا وراك. ما بجريش عشان لو احتاج تجري. ايه التوتر ده؟ الله عليك. سوري معلش انا اسف. تقريبا احنا ماشيين غلط ولا ايه؟ ما تصيرش شوية تعال معايا. ايه ما خلاص اوريدي سبوتد. اللي شايفاه عندي اللي شايفاه عندي. كمل جاري. بتجري ولا انا؟ كمل انت جاري. بقول لك ايه؟ دوات الفجير رجع تحت البتاع. عند البتاع اللي هتوديني على الانزل. تعال هتجيني اعمل دي استنيك هنا. بس هو في ناس كتير عندي. ها برضو يا رب انا شفت المشهد ده فين. انت مستخبي؟ لا انا بفتح الباب. تعال يا اسماعيل جاي. في حد عندي. تعال مسك لك الباب. تعال تعال لي جري. بس تعال لي جري عشان تهرب. تعال 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 جري. تاني باب. تحت. رحت فين؟ انا كنت فوق. رب هو فين يا اسماعيل؟ تعال هنا. ويت هتطفو ازاي؟ اهو طلعت من نفس الحتة. فاكر الحتة اللي احنا طلعنا فيها قبل كده؟ يعني انت مش صح ولا غلط ولا ايه؟ انا مش فاهم. انا جاي لك ما تقرعش. تلاش انا كنت مش صح يا اسماعيل. استنى انا كنت فوق. كنت طلعت فوق ازاي طيب؟ انا عندك تقريبا اهو. طلعت فوق ازاي؟ يلا ولا ايه؟ انا مش فاهم انت رحت فين ولا المفروض نروح فين؟ انت مش فاهم. انا ما عنديش لايت فيجن فمش شايف حاجه. سيم. تعال معايا تعال معايا تعال معايا تعال معايا. حلو ده حلو ده. ليه ده؟ يلا خلي بالك في واحد واقف هناك. واحد هناك. هتضربه ولا ايه؟ لا بجرجره عليا. استنى بس نهرب ولا ايه؟ دوس على الزرار. استنى بس الاسانسير يجي. بس لا 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 يا عم ده يخرب بيت الجنان. مبروك يا اسماعيل خلصنا الترايل بي ماينس دي. لعلمك حاجه ممكن اخلصها بسرعه قوي اللي هو الهري اللي كان بيحصل في الاي اي ده. كفايه كان فيه عبط بجد بجد. دول الهري كان بيحصل مع الاي اي كنا ممكن نخلصها بسرعه جدا جدا. لا بس اللعبه جامده بصراحه يعني. لا انا انبسطت حقيقي.